قلت مجموعة إنسان من كل ضد وضد تلقين فيني. محمد عبده فنان العرب وصوتهم الذي يتردد في جنبات الكون فيطرب بهجة، ومزمار الألحان يمررها نسمات للربيع تمس الأنفس، والذي بدأ رحلته الفنية وهو في عمر 7 سنوات، ومنذ بداياته اهتم بحفظ التراث الغنائي حتى صار رمزا، قبل أن يقدم أول أغنية له بعنوان خاصمت عيني من سنين من كلمات طاهر زمخشري وألحان محمد محسن عام 1968.